حفرة تبتلع كل شيء حتى السفن والطائرات والغواصة، تنقطع فيها كل إشارات للحياة والتواصل مع الكائنات الحية. يقال إنها أخطر من مثلث برمودا، حتى قيل إنه المكان الذي يجلس فيه إبليس على عرشه. فما حكاية هذا البحر المخيف ولماذا يعتبر أخطر الأماكن على سطح الأرض؟ في بقعة من المحيط الهادئ والذي يعتبر واحداً من أكبر المسطحات المائية على وجه الأرض، وهو المليء بالأسرار والغموض والمناطق الغريبة غير المكتشفة، يقع هناك خندق يسمى خندق مارينا، وهو أعمق نقطة على سطح البحر. هناك يقع بحر إبليس أو مثلث التنين بجانب هذا الخندق ووسط المحيط الهادئ، ويقع هذا البحر على بعد 100 كيلومتر من مدينة طوكيو تحديداً بين هونغ كونغ والفلبين، وسمي بهذا الاسم نظراً لحالات الاختفاء الكثيرة الموجودة في تلك المنطقة، لذلك شبهه البعض بمثلث برمودا، وهو أيضاً منطقة تختفي فيها الطائرات والسفن البحرية. بدأت حوادث الاختفاء منذ أكثر من 2000 عام، وتقول إحدى الأساطير اليابانية إن هناك تنيناً ضخماً يعيش تحت إحدى جزر المحيط الهادئ، وهو الذي يتسبب في حالات الاختفاء للسفن والأشخاص والطائرات التي تقع في هذه المنطقة الغامضة. لذلك نجد أن الاسم الغالب الذي أطلقوه عليه هو مثلث التنين، والبعض قال إنه المكان الذي فيه عرش إبليس، لذلك فهو مكان شيطاني. ومن أشهر ضحايا هذا البحر شخص لن تتخيل أنه يمكن أن يذهب إلى هناك، لكنه بالفعل ذهب ورأى أهوالا كثيرة، وهو حفيد جنكيز خان، حيث يقال إن حفيد جنكيز خان خرج في رحلة بحرية ومعه أكثر من 40,000 جندي، لكنه ما إن وصل إلى البقعة التي يقع فيها مثلث التنين حتى غرق معظم الجنود الذين كانوا معه ولأسباب عجيبة. ونجا حفيد جنكيز خان بأعجوبة، وظل يتحدث عن هذه المنطقة التي لا يمكن لبشر أن ينجو فيها، ونقل قصة هذا المكان وما حدث فيه. عام 1953 أرسلت الحكومة اليابانية سفينة أبحاث إلى هذه المنطقة حتى تعرف الأسباب البيولوجية التي تتسبب في اختفاء السفن هناك، لكن لم يعد طاقم السفينة، والذي كان مكوناً من 31 شخصاً، ولم يجدوا السفينة التي اختفت بعد 3 أيام من انطلاقها حين انقطع الرادار بينهما، والإشارات الترددية والتواصل مع السفينة اختفت السفينة نفسها ولم يعثر عليها أبداً. وفي عام 1957 كانت هناك طائرة شحن أمريكية تحلق بالقرب من مثلث التنين، وكانت آخر رسائلها أنها على بعد 300 كيلومتر من طوكيو، لكن لم يتلقوا أي رسالة أخرى من هذه الطائرة التي اختفت تماماً ولم تصل إلى طوكيو أبداً، وكان عليها 40 عسكرياً اختفوا تماماً. وعام 83 فقد الاتحاد السوفيتي 3 غواصات في تلك المنطقة، وفقدت فرنسا عام 84 غواصة كبرى كانت تمر أيضا من هذه المنطقة. جميع هذه الغواصات لم يجدوا لها أي أثر، ولا حتى ظهر جثمان لأي شخص كان عليها. في النهاية حذرت اليابان من الإبحار في هذه المنطقة، واعتبرت أنها منطقة محرمة للإبحار فيها، وأن حكومتها غير مسؤولة عما يحدث فيها. ليبقى مثلث التنين واحدا من أكثر المناطق المرعبة في العالم.